هتعمل محاماه. احنا وصلنا الى انه الاول كده عشان نبقى فاهمين، انت محامي هو بيرفع قضيه قبل ما يطلع قانون بتاع المحاماه، بيدفع الرسم النسبي وبيدفع الضريبه وبيدفع السلاح، لا بيدفع صندوق، صندوق القضاه، وبيدفع مش عارف باقي الرسوم اللي موجوده. رغم ان القانون، رغم ان القانون بيلزم خاسر الدعوه بسددها، يعني ممكن يرفع القضيه دي كاسب القضيه هيكسبها، انما هو دفع بيعمل ايه؟ بيرجع ياخد الحاجه دي تاني من الخصم. لما جينا احنا قلنا نعامل المحامين، فلوس المحامين، اتعاب المحاماه المقضي بيها اللي احنا مش طايلينها ولا احنا مش عارفين نطولها كويس نتيجه كل القيود اللي موجوده في التحصيل والتوريد اللي بيجري في دوائر المحكمه، وقلنا تتعمل مقدما، تدفع مقدما، يطلع محامي يقول لك حرام. طب مش حرام ليه صندوق الوزاره؟ طب مش حرام ليه الناس الرسم النسبي؟ طب الفلوس دي بتاعت مين؟ انت بتحصلها لصالح مين؟ انت مش بتاخدها من الموكل تدفعها لصندوق نقابتك؟ هو انت بتديها لحد تاني؟ يعني هو انت سعيد بانك تدفع صندوق الاوضاع وشايل كل المآسي عشان هتدفع صندوق المحامين؟ لا، احنا عملنا انجاز وعملنا بروتوكول مع وزارة العدل عشان التحصيل يبقى يوم بيوم. يا اخوانا النهارده كل يوم، كل يوم بيتم توريد اتعاب المحاماه اللي بتدفع مقدما في المحكمه في صندوق النقابه، صندوق المعاشات في النقابه يوم بيوم، وبيدينا بيها اشعار. ده انجاز غير مسبوق، وده حلم من الاحلام. حد قال لك طب ليه ما عملتوهاش دمغه؟ لو عملناها دمغه هنسرق، والكتبه هيسرقونا زي ما بيسرقونا في الدمغه. طبعا في كل حاجه فيها 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 ماشي خلاص. لا ما ينفعش دمغه، والدمغه بتدفع عليها عموله زي عموله التحصيل. عموله التحصيل دي منصوص عليها في قانون المحاماه، اقروا الماده 188 او 179 178 179 بتتكلم على العموله المستحقه لاقلام الكتاب على التحصيل، بتتكلم على 5% تحصيل، احنا اديناهم كمان 2% عشان يبقى في حافز اكتر عشان يورد يوم بيوم. انا كسبان لان فلوسي ما بتلفش عشان اجيبها، انا بحصلها مباشره. حد قال لي طب ما انا لما بكسب الدعوه بيجي اطلع صوره تنفيذيه يقول لي ادفع اتعاب المحاماه تاني. انا اتصور انه ده بيتم، هتصور ده، ما انت هترجع باللي انت دفعته كله على 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 خسر الدعوه، ما انت هترفع على خسر الدعوه. طب وانا واحد بيقول لي يعني حتى المحامين قال لي يا اخي ده انا لما بطلع الصوره التنفيذيه ما انا بدل ده 50 جنيه وبدل ده 100 جنيه وبدل ده 20 جنيه وبدل ده 100 جنيه، جت على اتعاب المحاماه وجنا فيها كل المصايب علشان نوفرها. انا بقول لحضراتكم هذا النص انا مسؤول عنه، وبقول انه ده من اكبر انجازاتي، وبباهي بيه المحامين وبباهي بيه كل الناس، لانه في النهايه هو اللي دعم صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه للناس، هو ده اللي دعم. لولا هذا لولا المدخل ده هو ده اللي خلى قوى قلبنا في ان احنا ندور على المعاشات ونزودها.